أخي كان عرسا فلسطينيا بامتياز، تمارس طقوسه بالفرح والأهازيج عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية منتشرة في السهول والجبال والوديان، تجمع مؤونة العام القادم، منه أقساط التعليم ومصاريف الأعراس وتكاليف الحياة اليومية. وفيه تجسدت ثقافة العونة، ولاحقا ما عرف بالعمل التطوعي بما تحمله من قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بأبهى صورها. شجرة الزيتون خلال سنوات الاحتلال لم تعد فقط رمزا للعطاء، وإنما رمزا للصمود والمقاومة والتجذر في الأرض وحمايتها. إحنا اليوم متواجدين في منطقة أراضيها مصادرة فعليا من الاحتلال ومحاطة من جميع الجهات من المستوطنات. وجودنا اليوم هو للتعبير عن الإسناد للفلاحين اللي أراضيهم عمليا تصادرت من الاحتلال وبواجهوا مخاطر حقيقية بالتواجد في هاي الأراضي. يعني العمل التطوعي في فلسطين عنده تاريخ طويل مرتبط بمواجهة الاحتلال ومساندة الناس لبعضها البعض. ولأنها أدركت ما تعنيه هذه الشجرة للفلسطينيين وما تشكله من عقبة أمام المشروع الاستيطاني الاستعماري، استهدفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال العام 67، فاقتلعت ما يقارب من 2 مليون شجرة زيتون، منها 13,130 شجرة خلال العام الماضي فقط. وأطلقت يد عصابات المستوطنين لممارسة جرائمهم على البشر والحجر، يحرقون الأشجار ويقطعونها، ويمارسون إرهابهم على المزارعين في حقولهم، يمنعونهم من الوصول إلى أرضهم، حيث بلغت اعتداءاتهم خلال العام 22 إلى 1290 اعتداء، منها 40 اعتداء في هذا الموسم، تراوحت بين سرقة المحصول والاعتداء على العائلات في حقولها بالضرب وقطع طرقهم تحت تهديد السلاح. بنواجه كل سنة مجموعة من الصعوبات في موسم الزيتون، من ضمنها اعتداءات من المستوطنين بيحاولوا يعتدوا على المزارعين اللي احنا موجودين بالمنطقة، بيحاولوا يكسروا الشجر، بيحاولوا بكسروا سيارات المزارعين اللي واصلة، بيمنعونا من انه ندخل سياراتنا على مناطقنا على قطع الأراضي اللي لنا، إضافة لأنه كل سنة بيجوا هنا بتلفوا الآبار المياه اللي بيشربوا منها المزارعين وبسكوا شجرهم، وبنزلوا بيعملوا في مواسم الأعياد عندهم مواسم بيجوا هنا للسباحة جوا الآبار، وهذا يعني بشكل يومي. ولمواجهة هذه الاعتداءات أطلقت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العام 2006 حملة لستم وحدكم لإسناد المزارعين وحماية الأرض، وهي حملة سنوية تركز على المناطق المستهدفة المحادية للمستوطنات والتي تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين. تبدأ هذه الحملة في 15 أيلول بتنظيم أيام عمل تطوعي لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون والوصول إلى أرضهم. تستمر هذه الحملة حتى 15 تشرين الثاني من كل عام، تستكمل بعد ذلك بزراعة الأشجار في المناطق المستهدفة وتنتهي بيوم الأرض. يعني هذا النشاط اللي بتنظم الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بالشراكة مع مجموعة من الشركاء، بيهدف هذا النشاط لتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم ومساعدتهم في قطف زيتونهم في موسم قطف الزيتون. المزارع اللي بيستنى هذا الموسم طوال عام كامل، باستمرار هناك مخاطر بتعترض طريق المزارع الفلسطيني سواء من جيش الاحتلال أو من قطاع المستوطنين. نحن هذا العام ككل عام عادة بنستهدف المناطق الأكثر استهدافا من قبل قطاع المستوطنين والأراضي القريبة بعرق المستوطنات اللي بتقع بجنب المستوطنات الصهيونية. أتينا اليوم مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في الأراضي المحاذية للمستوطنات الذي يتعرضون لهجمات استيطانية، فأتينا اليوم لنقف معهم لنقول لهم أنتم لستم لوحدكم، نحن معكم دائما. وجودنا يعني اليوم هو للتأكيد أنه إحنا مش رح نترك هدول الفلاحين لحالهم، وجودنا لمساندتهم للإصرار على مواجهة هذا الاحتلال بكل الطرق، ورغم المصادرة، رغم التنكيل بالشعب الفلسطيني، رغم القتل، رغم الناس مصرة تحافظ على أراضيها والناس كمان مصرة تساند بعضها البعض، وجودنا اليوم هو في هذا الإطار. عام بعد آخر تزداد معاناة الفلسطينيين من حكومات إسرائيلية متعاقبة تتنافس في حجم جرائمها وبشاعتها
ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت وتواطؤ إقليمي ودولي، إلا من بعض الأصوات الشريفة وأصحاب الضمائر الحية حول العالم، ويبقى المزارع صامدا في الخطوط الأمامية في وجه المشروع الاستعمار الاستيطاني العنصري، مسلحا بانتمائه لأرضه وقضيته. وأكيد أنا هون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مع الفلاحين. هذه أرض، يعني أرض ما بت يعني لو بعدي بيجوا أولادي، يعني هذه أرض بزول الاحتلال بس الأرض ما بتزول. إحنا بنموت بس الأرض بتظل حية.